فأنا هتاخدني اليوم يا بركة. مفاجأة حتشوفي. أوف مفاجأة؟ إيه. بس لازم أغطي لك عيونك. لا. إيوه. أوف هذه مفاجأة مفاجأة. مفاجأة أصلية. ما في أي كلام. شكراً إنك رجعتني دي الحياة. قدر انطلاق والهواء وريحة البحر. لو بس الواحد فينا يقدر قيمة اليود. طز في كل بحور الأغنية. إيش قاعد تقول أنت؟ قاعد أدعي للصبر. فينك يا داية سعدية؟ فينك؟ رب الرضا بعد القدر. مين دي داية سعدية تاني؟ جارتنا اللي في السطوح. قلت لك حرمة متصيطة في الحارة. متصيطة؟ هذه ولية حقت ربنا، تولد الحريم وتداوي العقيم. سمعتها منتشرة عندنا. متصيطة؟ ما أسمح لك تمشي وبتمثلين المسرحية قصباً عنك، ومو أنتي اللي تهدد واحد مثلي أنا، مفهوم؟ تبين تهدمين كل هاللي بنيته كل هالسنين الكبيرة؟ خالد أنت بتهددني؟ ما عمرك تفكر دقيقة واحدة إنك تقدر تمنعني أحمي نفسي منك ودي أروح أحقق أمنياتي معك أو من غيرك. ليش نحن عندنا دي العقد؟ ما أعرف، نفسي يكون الموضوع أبسط من كذا. تعبت من الناس اللي تجي تختار كأنها بتختار كنبة لغرفة الجلوس. ألين ما الأستاذ مشى دوري من بعدها ولمدة سنتين وأنا أعاني من التأتأة.